وزارة الدفاع الروسية إنه يتم نقل 276 من رجال الشرطة العسكرية الروسية و33 وحدة من المعدات العسكرية إلى سوريا في غضون أسبوع في ضوء التحديات الجديدة التي أوجدتها الاتفاقية التركية الروسية بشأن سحب القوات الكردية من شمال شرق سوريا. في الوقت الذي بدأت به القوات الكردية بالانسحاب من مناطق في سوريا قرب الحدود التركية، خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع في مدينة القامشلي ذات الأغلبية الكردية احتجاجا على الاتفاق الذي أبرم بين تركيا وروسيا لسحب قوات سوريا الديمقراطية من المنطقة الحدودية الشمالية الشرقية بأكملها. نحن كشعوب شمال شرق سوريا نستنكر هذا العدوان ونكون له بالمرصاد، ولا نقبل أي اتفاقات دولية إذا أبرمت عدم أخذ رأي شعوب الشمال شرق سوريا وإرادتهم بعين الاعتبار في هذه المسألة. وعلى الفور وبعد تواصل بين وزير الدفاع الروسي والأكراد، بدأت الشرطة العسكرية الروسية تسيير دوريات على جزء من الحدود السورية تنفيذا للاتفاق، وذلك خشية من استئناف القوات التركية عملياتها العسكرية ضد الأكراد، حيث سيتم نقل معدات وجنود روس خلال هذا الأسبوع إلى سوريا كتعزيز للقوات الموجودة هناك لتنفيذ الاتفاقات المبرمة. ووسط الهدوء المأمول في الشمال السوري، انفجرت سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة قرب أحد المقار العسكرية التابعة لقوات موالية لتركيا، ولم يصب أحد من عناصر المركز، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى قوات سوريا الديمقراطية بتنفيذ العملية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تدور اشتباكات متقطعة على محاور بريف منطقة أبو رأسين شرق مدينة رأس العين بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية، وسط استهدافات متبادلة تتركز في محور أم عشبة، كما تدور اشتباكات بين الطرفين على محاور أخرى بريف رقة الشمالية يرافقه قصف متبادل بشكل متقطع. انتقد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الهجوم التركي العسكري على المقاتلين الأكراد في سوريا، وقال إسبر إن غزو تركيا غير المبرر لسوريا يعرض للخطر المكاسب التي تحققت هناك في السنوات الأخيرة، حيث قاتل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والقوات الكردية السورية المتحالفة تنظيم الدولة الإسلامية. وتأتي تعليقاته غدا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن تركيا. القرار الأمريكي بسحب أقل من 50 جنديا من منطقة الهجوم اتخذ بعدما بات جاليا بالنسبة لنا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر تنفيذ العملية عبر الحدود. واشنطن لا يمكنها تعريض حياة هؤلاء الجنود للخطر أو بدء معركة مع حليف في الناتو.